اهلا بيكم بعد الفاصل وحوار شيق وممتع. تمنيته وانا في حياتي تمنيت ان اعمل الحوار ده فعلا. لما اشتغلت مذيع تمنيت ان اعمل الحوار ده مع قامه كبيره في الرياضه. قامه كبيره داخل جدران النادي الاهلي، هو المدير الفني الاسبق للنادي الاهلي للكره الطايره، وكمان عميد كليه التربيه الرياضيه الاسبق. حد كبير جدا، حد عزيز عليا جدا شخصيا. معانا الدكتور وجيه حمدي احد ابناء النادي الاهلي. دكتور وجيه منورنا ومشرفنا. اهلا خالد، انا الشرف ليا والسعاده ان اتقابل مع احد اعمده الرياضه بصفه عامه وكره اليد بصفه خاصه، الجيل الذهبي والعصر الذهبي، ابطال العالم للشباب. فده شيء شرف ليا اني اكون في استضافه سيادتك ان شاء الله. ربنا يكرمك يا دكتور. بس الحديث دايما بيكون حضرتك جوه الرياضه. نعم. عايز ابدا بهذا الحديث، عايزين نعرف كل جمهور النادي الاهلي دكتور وجيه حمدي دخل امتى النادي الاهلي؟ لعب كره طايره ليه؟ ايه اللي حصل؟ خلينا نتكلم على التاريخ شويه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا بشكر سيادتك على الاستضافه وعلى التعزيه لاسره المرحوم المغفور له استاذ الدكتور عبد العزيز النمر، استاذنا الكبير رحمه الله عليه، زميل وصديق واعطى الكثير للنادي الاهلي. دي حقيقه. واتخرج على ايده كثير من الرياضيين والابطال، فله كل التعزيه ان شاء الله. نتمنى له الرحمه والمغفره ولاهله الصبر والسلوان يا رب. واسمح لي اضيف برضك شخصيه كانت عظيمه جدا عندنا، مش عارف خدت حقها ولا لا. اتفضل يا دكتور. الكابتن هشام سيد يوسف. تمام. بطل النادي الاهلي في الوزن العالي ومدرب الاهلي في العاب القوه. طبعا. برضك منذ يومين او ثلاث ايام كانت الوفيه بتاعته، فبتقدم نيابه عن الزملاء والاصدقاء وقناة النادي الاهلي كل الرياضيين، لانه ابني من ابناء النادي الاهلي، حاجه جميله وراجل خلوق، فرحمه الله على الجميع ان شاء الله رب العالمين. يا رب. امين يا رب. طبعا كالمعتاد ان كل واحد كان يتمنى يدخل النادي الاهلي. حلمنا بالكوره، انك تبقى لعيب كوره في النادي. لعيب كوره كويس انت ولا؟ انا يمكن لو كنت كملت في الكوره كان زمان دلوقتي من الاعلام الموجودين في كره القدم، لان كان الكابتن توفيق كان يستغلني في احدى السفريات في اوروبا مثلا. اتذكر في هولندا. كنت بقلد اللعيبه، محسن صالح حط الكوره على دماغه مثلا من ورا، فبجذب الجمهور المشاهدين عشان يشجع الفريق. قبل مباراته في هولندا كان في بطوله دوليه هناك. وكل اللي انت بتشوف حركات الحديثه دي كنت بعملها زمان. زمان بقى. لكن الفولي كان له الاغلبيه عندي العظمى. فطبعا دخلت فرق الناشئين 16 سنه مع جيل من الاجيال. بصراحه يا دكتور اشمعنى اخترت الفولي؟ يعني اشمعنى الفولي بالذات؟ والله شوف، هو عشان خاطر اللعبه راقيه جدا جدا. عدم وجود الاحتكاك برضه بيؤثر فيها. جميع لعيبه الفولي بول من اللعيبه اللي يمتازوا بالناحيه الاخلاقيه والعلميه والاكاديميه. مهمه ده دكتور في الرياضه جدا، بتفرق كتير قوي قوي يا كابتن. بتفرق في الرياضه. رائع طبعا. انا بعتبر بصفه عامه، انا بعتبر ان الكره الطايره، حتى نايل المعادله دي في كل محاضراتي، الكره الطايره للاذكياء فقط. انا من خلال الخمس العاب الجماعيه، سله، طايره، يد، كره، هوكي، عايزين نشوف تاثير التدريب واللعب على اللاعبين في الذكاء بتاعه. الكرة الطايرة الوحيدة اللي بتاخد القرار في جزء من الثانية، ما عندناش تحضير، ما عندناش مسك الكرة، الوقوف على الكرة. فاللعبة سريعة جدا والكرة أسرع من سرعة رد فعل اللاعب. فبالتالي اللاعب اللي بيلعب طايرة حقيقي لازم يكون عنده قدرة عالية جدا على التركيز، قدرة على اتخاذ القرار في جزء من الثانية، يبقى عنده قدرة على التوقع، لأن اللعبة سريعة والملعب صغير ومع ذلك بتبقى تخرج خارج الملعب. فأنا بقول إن الكرة الطايرة الممارس للكرة الطايرة مش اي لاعب يلعب كره طايره، لانها لعبه تمتاز بالفنيات العاليه قوي اللي كلها سنس واحساس. الكره الدبل والريست عايز طبعا واحد عنده سنس واحساس طبعا. فلازم يكون قدراته العقليه عاليه اولا، وده من اسس الاختيار في المبتدئين او الناشئين. دي اهم حاجه عند حضرتك، ان احنا نختار وننتقي في كره الطايره بالذات بالشكل ده. نعم. ده الاساس. نكمل حاجه في التاريخ شويه ان شاء الله. 16 سنه وبدات 16 سنه دي الكابتن ايهاب فخر الدين. كان كابتن ابراهيم وكابتن فؤاد عبد السلام. انا بقى جيل نور عطيه، احمد زكريا، رينج الوال، كابتن رينج، طبعا احمد الشاموتي، خالد الشاموتي. تقيل قوي يا دكتور. قوي بس طبعا كان قدامنا العملاق العظيم الكابتن محمود فرج. طبعا محمود فرج ده يعني انا كان بالنسبه لي ساعتها وانا فريق الناشئين كان بالنسبه لي حاجه كبيره قوي. عشان كده بمجرد ما بتعينت معيد انا بمرن في النادي الاهلي وانا عندي 18 سنه. 18 سنه مرنت فرقه وانا عندي 18 سنه. حاج علي رفاعي رحمه الله عليه كان مسافر، سافرت 14 سنه فانا مرنتها. عشقت التدريب بعد ما دخلت كليه التربيه الرياضيه، وعرفت ان احنا كنا بعاد قوي عن التدريب. يعني كان في بعض الاسئله داخلي
لما دخلت تربيه رياضيه ودرست العلم بقى وطبقته على نفسي وعلى التدريب، لقيت في فجوه كبيره قوي. في فجوه كبيره جدا. خلينا نروح للناحيه بقى التاريخ بتاع دكتور وجيه، يعني تقريبا متواجدك جوه النادي الاهلي، خلينا نروح لحته العلم والتدريب. في صراع دائما وابدا بين المدربين اللي هم متعلمين ناحيه فنيه، متعلمين تدريب في الملعب، وبين الناحيه الاكاديميه. لازم الاثنين يكونوا متصلين مع بعض عشان نطلع حاجه كويسه طبعًا. ولا بيختلفوا عن بعض بصراحه؟ اي موهبه بتثقل بايه؟ بالعلم. بالعلم. اي موهبه، اي لعيب، اي مدرب عايز يعمل نتائج ويصنع الفارق بالعلم. هذا حضرتك بس مثل واحد صغير جدا. اتفضل. في عندنا معادله التدريب هو عمليه فسيولوجيه. مظبوط. فعندنا معادله بتقول 220 ناقص العمر. يعني 220 ده عدد ثابت. كويس. انا عندي 20 سنه سي. 220 ناقص 20 ده يساوي 200. 200 ايه بقى؟ ده الحد الاقصى للتنفس او النبض بتاع اللاعب. يعني لو جبت لعيب ومرنته ودخلته الملعب ولسه جاي من راحه، عمل تمرين النبض بتاعه وصل الى 205، يحصل له هذا اللاعب يموت. طب لو 200 يموت. لان هي الحد الاقصى بتاعه الماكسيمم. انا كمدرب ما اعرفش المعلومه دي واقول لعيب اجري 10 لفات بناء على ايه؟ من غير ما اقيس. القياسات دي مهمه جدا في الرياضه. الشيء اللي ما تقدرش تقيسه ما تقدرش تديره. فبالتالي العلم يتحكم في كل ده. دلوقتي انا بقول احنا الفجوه كبيره ليه؟ الارقام القياسيه اللي بتتحطم دلوقتي بتيجي من خلال العلم. تمام. النموذج الجيد دلوقتي بقت فيه صناعه، يعني صناعه البطل دي صناعه، هات لي خامه جيده وفيها ديفوهات مثلا. من خلال العلم صلح لك كل هذه الاشياء وتخليها على السلم النجوميه. فده العلم طبعا اساسي. عشان كده بقول للمدربين اقرا كتير جدا، تاهل، روح عايش، يعني عايش الدول الاوروبيه، اتعايش. مهم قوي اسلوب المعايشه سواء للمدرب او للاعب، يصل الى اعلى مستوى من الامكانيات الخاصه لتاهيل اللاعبين. وطبعا على المقام ده كله في بادئ الامر الاعداد البدني الذي له التأثير. طبعا اعداد بدني، انك تنمي اهم ثلاث صفات بدنيه عند اللاعبين. تحمل، تحمل الدوري التنافسي. كثير من اللاعبين كانوا يستطيع يلعب شوط واحد بس، ما عندوش تحمل. وفي كرة القدم باين، لكن اللي عنده تحمل دوري طبعا كتير قوي. بايه بقى؟ بكفاءة عالية، يعني مش كمان ساعتين وخلاص بيجري، لا، بكفاءة عالية. القوة والسرعة، ثلاث صفات بدنية إذا ما تنموش صح. وده اللي بيعانوا مثلا، يمكن الكابتن محمد مصلح يعاني جدا من رجوع اللاعبين بعد الإخفاق بتاع التأهل للأولمبياد. إزاي يعرف يرجعهم لحالتهم؟ ان شاء الله نتكلم عليه بس لما يجي. هنتكلم وقت. عليه طبعا. لكن هتاخدني بص انت قلبتني الحلقه طبعا. يعني رحيف في اتجاه اخفاق. لكن خلينا نتكلم برضو من وجهه نظري في عشوائيه في التدريب، مش في الكره الطايره، بتكلم في المجال الرياضي. نعم. بالذات في السن الصغير، مع ان حضرتك السن الصغير قلت لازم نهتم بيه ونشغله بشكل مختلف. يعني نجابه ده ازاي يا دكتور؟ اولا يعني انا بشكر النادي الاهلي في الاونه الاخيره، مجلس اداره النادي الاهلي، كابتن محمود الخطيب، شكلوا لجنه، كابتن رفعت عبد القادر مدير النشاط الرياضي، لجنه اكتشاف المواهب ورعايته. مهم جدا. العاب الصالات. مهم جدا. مش عايز اقول لحضرتك كابتن خالد، اول الناس اللي تم اختيارهم بعنايه فائقه في كره السله مثلا، كابتن طاهر رجب، كابتن سلعاب، الاعداد والضرب والتفاهم والكيمياء والفنتات اللي بتحصل، اذا ده شغل جماعي. هل احتراف يفرق مع الفرق الافريقيه اكتر من بنات مصر؟ ما عندناش محترفات في الكره الطايره طبعا، لكن هم بيخرجوا البنات عندهم او السيدات بيحترفوا في سن صغير. الكاميرون متواجد ده. الكاميرون سبع لاعبات موجودين في فرنسا، سبع لاعبات، وسبع لاعبات بيلعبوا اساسي في فرنسا. الكينيا فيهم اثنين ثلاثه. انت ما عندكش غير لعيبه بتلعب في دوري جامعات اللي هي ندى معوض، ندى معوض ونوره معوض، دوري جامعات في اليو اس اي. لحقتهم كلاعيبه صغيره برضك نور ياسين. نور ياسين من اللاعبات الواعدين جدا، يعني قويه جدا ما شاء الله، جدا ورائعه، واختها الصغيره ايات يعني كمان بتتحدى وبتبقى افضل منها. فعندنا بس طبعا انت عارف العادات والتقاليد للاسره المصريه، صعب ان تسيب لعيب عندك. يعني اي هشام جاله احتراف كثير جدا في فرنسا. لا، مرتبطه بالنادي، مرتبطه باصدقائها، باسرتها، بابوها، بامها. فالثقافه دي لسه مش عندنا. عندما تتواجد هذه الثقافه هتعمل طفره كبيره قوي في اللاعبات المصريات. خلينا يا دكتور نريح ونخلص السيدات كده تقريبا، وهنرجع بعد الفاصل نتكلم على المدير الفني الاجنبي والمصري. نعم. ومنتخب مصر للرجال، وايه اللي حصل في جوه مصر
في بطولة أفريقيا لكرة الطائرة إن شاء الله. نخرج لفاصل وتستنونا، لأن بعد الفاصل هنتكلم في حديث مهم آخر مع دكتور وجيه حمد. اهلا بحضراتكم في الجزء الاخير من حلقه العاب الصالات والحوار الشيق والممتع، واستكماله مع الدكتور وجيه حمدي. هنتكلم على منتخب الرجال، منتخب الطايره الرجال والاخفاق في منتخب الطايره الرجال. اخفاق كان اكثر تاثيرا على الناس من منتخب السيدات. نعم. ناس كثيره زعلت، عندنا نجوم كبار يعني يتربع على راسهم الكابتن عبد الله عبد السلام وكابتن احمد صلاح وكابتن محمد عادل، يعني كلهم نجوم. ما كناش عندنا اللي احنا نقدر نخسر في مصر. نعم. ايه اللي حصل يا دكتور؟ اولا دعيني بس اثبت موقف معين. ان احمد صلاح احسن لاعب في العالم. كان وما زال وسوف يظل. حقيقي بجد اقوى دار. سيظل اسمه داخل تاريخ كرة الطائرة في العالم. عبد الله عبد السلام نوعية خاصة جدا، فريدة من نوعها. هذا الطول بيوجد مهارات الهجوم، الضرب وحائط الصد والارسال مش موجوده في اي بصير في العالم غير في عبد الله عبد السلام. ما شاء الله. عندك اطول لاعب في العالم عبد الحليم عبو 2 متر 15 حاجه تخوف، زيه زي اللاعب الروسي كازارينسكي مثلا. عندك اعلى جامب في العالم تقريبا احمد سعيد. ما شاء الله. شوف المقاومات عندك قد ايه. نجوم كبار جدا. لا حقيقي محمد عادل لعيب اوروبي بامكانياته الجسمانيه. يعني كل المقاومات عندك، وانا بشكر هذه اللعيبه هؤلاء اللاعبين على راسهم احمد صلاح وعبد الله عبد السلام اللي هم رمز من الرموز. اي اخفاق لا يمكن ابدا تشيل اي حد من اللعيبه النهائي. المشكله فيها يا كابتن خالد هذا الاخفاق جه من ايه؟ حضرتك لسه بتقول في المقدمه بتاعت سيادتك ان بعد كل بطوله بيحصل ايه؟ الكيرف بينزل. مظبوط. تخيل قعدنا ثلاث بطولات بطولة أفريقية في تونس إخفاق، تمام، طلعنا الرابع. يمكن كان عبد الله عبد السلام مش موجود، كان مصاب بتعالج، كان مصاب كان موجود في مصر. رحنا المغرب بطولة الألعاب الأفريقية في المغرب خدنا إيه؟ الثالث. رحنا اليابان 11 تقريبا 11 مباراة في اليابان بنلعبهم في 15 يوم. عاشر خدنا كسبنا ماتشين، كسبنا ايران واستراليا، ايران واستراليا، وايران اللي كسبنا لسه مخلصه بطوله فهي جايه في الديت اوف بتاعها في الكيرف بتاعها بس النازل. خلصت فوقينا طبعا. ما خسرناش غير خسرنا من تونس، خسرنا تونس اللي مركزه معاك. ادي ثلاث بطولات ورا بعض متتاليه، علاوه على الدوري اللي بيلعبوا اللعيبه عندك. فاللعيبه راحه تلعب، سافروا معسكر خارجي في ماتشات مش على قد المستوى، وده بحملها للمدرب الاجنبي يعني ان واخدهم. سافروا قبليها فين؟ معسكر في الصين. الصين طالباك لانك ليك اسم وعايزاك تعمل ماتشات هناك عشان هي بتتدرب، فسافرت الصين. انا لو جاهز للبطوله دي عشان اكسبها كان لازم اعمل الكيرفات بتاعتي ان اعلى الاحمال. الاحمال اعلى قمه لاي فرقه في الموسم. كام قمه؟ اعلى قمه ثلاثه، تمام، دوري وكاس وسوبر. ده اخر موضوع. ما ينفعش اعمل خمس سبع دلوقتي ثلاث بطولات بجانب بطوله الدوري والكاس اللي بيلعبها واليابان وافريقيا اللي جايه العربيه. فانت داخل اللعيبه لو تتفرج على شكلهم، انا في ماتش الجزائر جات لي صوره وانا قاعد حزين بعد ما الجزائر خد مننا شوط. توقعت الهزيمه من تونس وطبعا خبيتها جوايا. اللعيبه تعبانه. لما لعيب زي عبد الله عبد السلام يغلط مثلا في كوره او يدخل في لعيب بتاعه، يدخلوا في بعض اللعيبه، يدخلوا على اذا هم مش جاهزين. الحالة النفسية أثناء المباراة في السير والواجبات للمساعد المدرب والعلاج الطبيعي والطبيب واللعيبة قاعدة في الصندوق بتسخن بره. لا المنظر كان مش طبيعي. الناس اللعيبة مجهدة تعبانة جدا، مش في الفورمة بتاعتها. فأنا ما أقدرش ألوم اللعيبة لأن إحنا اللي بنوصلهم لهذه الحالة. فللأسف كان لازم يكون في استشفاء عالي جدا، وده اللي بوجهه للنادي الأهلي. فريق مش نفس، لا لعيبه كبيره دي، ربنا يكون في عون كابتن ميدو. طبعا صراحه لا لا يعني ميدو انت خليتني اقول ربنا يعوض فعلا ميدو. بيمر بازمه صعبه جدا اعاده الثقه للاعبين، وده ترجع بسرعه. المشكله الكبرى ان مفيش فتره مفيش انسجام. الجيل عارف جيل فوق ال 30 واولاد اوائل العشرينات، يعني 23 سنه و 24 25 سنه، وفي ناس 36 37 سنه. طبعا ده ما جوش مع بعض. انت متخيل في فجوه كبيره قوي عشان تدخل اللعيب واحده واحده. اللعيب عنده 21 سنه بيخش بقى نجم.
بصراحه، وبيلعب اساسي بصراحه عبد الرحمن سعودي بس بستهلكه وهو صغير، ما بعرفش ادخله واحده واحده شوط مباراه بتاع وهكذا. لان عندك لعيبه كلها قاعده في منتخب مصر بتلعب لمنتخب مصر طبعًا. فكابتن ميدو مضطر ان هو يخلي اللعيبه الثانيه وهكذا ومرنهم ودي فرص. لكن انا ما اقدرش استغنى عبد الحليم في الاختيارات حتى لو مصاب يخوف برضه. تغييره مهمه جدا جوه الملعب طبعا. المدير الفني الاجنبي والمدير الفني الوطني حاله بتحصل، بمعنى انطوني جاكوب اللي كان موجود عندنا الراجل درس منتخب مصر مرنه سنتين لعب على الحته دي. المدير الفني اللي كان متاجر بتاعنا جيدو اعتقد فورمالي نعم جيدو مالوش بصمه جوه ارض الملعب بالظبط. الاختلاف بين المدير الفني الاجنبي بصراحه والمدير الفني الوطني، وهقول لحضرتك انا رايي ايه في الاخر. المدرب الوطني شاعر باللعيبه وحافظهم وعارف المفاتيح كلها معاه. المدرب الاجنبي عاوز يستوعب دي، عايز فتره طويله. من الاسباب اخفاق الفريق معامله المدير الفني الاجنبي للاعبين. انت عارف طبعا سيادتك نجم وعارف ان اللعيبه النجوم ليها معامله خاصه. طبعا. كابتن فريق ليه معامله خاصه. طبعا. ما اقدرش اصغره او احرجه قدام اللعيب مثلا يعني. انا بدي امثله. مينفعش. فدي هو ما عرفش يلعب على الوتر دوت. جاي وكان ضامن التاهيل، دليل على كده احنا جبنا البطوله مصر. كان في منافسه ما بين الكاميرون وتونس ومصر. اتدفعت الاشتراك للاتحاد الافريقي وخدنا البطوله في مصر، ده دليل ان انت هتكسب البطوله عندك. اتاهلنا اخر الاولمبيات من الكونغو حقيقي طبعا كسبنا. رحت ريو دي جانيرو وكسبت بالزبط. كوبا هناك بالزبط. في اقل الامكانيات اللي موجوده، وكانت فرصه لانك اربع سنين اللي جايه عجاف. ولكن يا كابتن خالد للاسف دعني بس افكر الناس اتفضل بالفيلم او السيناريو. بتروح تعمل اخفاق في الاولمبياد تقول ايه هتكون لجنه واسباب الاخفاق ايه والكلام. انا مش عايز ارجع للكلام ده تاني. مش عايزين لجنه، احنا لازم نرجع اربع سنين نعدي فيهم الفريق صح. ما اجيش قبل البطوله بشهر او بشهرين او بثلاث شهور اعمل اعداد للفريق بالسرعه دي. جاكوب عمل ايه؟ ما اشتركش، ما راحش المغرب في بطوله الالعاب ما راحش عشان كرفاته ممكن عشان طبعا هو عايز يشوف حاجه معينه. اشترك في بطوله اليابان كاس العالم في اليابان باقل امكانيات. احنا كنا رسمين في الماتشات بتاعتنا على الولد حمزه الاسمر بتاع تونس اللي كان مكسر الدور. حمزه نقه. حمزه نقه اللي كسبنا واحد تاني خالص ما لعبش خالص خالص ما لعبش غير بس ارسالات يخبرني في الجيم. يا دكتور انا بحلف لك بالله قالوا لي على اسم الراجل ده حمزه نقه، قالوا لي اتفرج على اسطوره. انا هتفرج على الماتش عايز اجيب اللعيب. ما لعبش ما لعبش. نزل ولد مواليد 96 بنتيره دوت هو اللي كسب الفرقه. بس حافظينك بقى، بس الفرقه فعلا تعبانه. دي مش فرقه النجم الاوحد. لا لا في تونس لا خالص. عندهم ولد حسني كرموزي دوت 38 سنه اكبر لعيب. ده كوتش قاعد بره بينزل في الوقت المناسب بيلعب 40 سنه. 40 سنه تخيل. بس ده اللي كان بيشوط ارسالات نزله مخصوص طبعا او بتاع الارسالات. تخيل بقى وايه عمل يعني انت 24 22 الشوط الاول وبتخسره 29 27 عمل معاك الفارق. الفرقه بتقع بعديه مباشره نفسيا. ما بتعرفش تلم نفسك. ما عندناش البديل الكفء. ليه الدعم عندنا في المدربين بالذات، وهكلمك بالذات في الحته دي، مش بنسبورت المدرب المصري. عندنا كابتن ميدو بصراحه مش عايز اقول عشان احنا ده. عندنا كابتن حسن حسن اللي جيب رابع العالم. عندنا عندنا ولادنا لو اديناهم امكانيات هيحققوا. ليه ما بنعملش ده؟ ليه بنخاف؟ ولا عشان نرمي على مدير فني اجنبي؟ انت قلت كلمتي. انا قلت يا جماعه 10 لعيبه من النادي الاهلي يبقى بين المدرب بتاع المنتخب محمد مصلح طبعا، وكان لسه جاي معاهم من كاس عالم في بلغاريا كان عامل ماتشات كويسه قوي رائع. ومحمد الوحيد اللي هو قريب منهم قوي اللعيبه بتحب محمد مصلح. هتكسب عشان خاطر محمد مثلا لعبه معاه طبعا وكمان اتمرن. انا قلت يا جماعه محمد مصلحي. وفي البنات مين؟ كابتن حمدي الصف. مفيش غيرهم. اكتر نسبه عندك واللعيبه بجد عارف المدرب وحافظينهم وبيناموا امتى والاخر. فدي مهمه جدا. المدرب المصري او العربي او المواطن سميه زي ما عايز تسميه له تواجد. تخيل لو كنا جينا من اليابان وادينا المسؤوليه لمحمد مصلح. انا شايف انك نجاح بصراحه. كنا كسبنا بالظبط. بصراحه شايف ان المدير الفني بيعرف او الراجل المصري بيتعامل نفس اللغه. بيبقى فاهم اللعيب ده بينام ازاي، بيصحى ازاي، بيتعامل نفسيا مع اللعيب اكثر كثيرا من المدير الفني الاجنبي. انت حضرتك بتنام ازاي؟ عندك كام لعيب في مصر بينام الساعه 9 بالليل؟ ولا واحد. لا مفيش. تدمير الاجهزه الحيويه للعيب، السهر وعدم التغذيه الصحيحه. عشان الفورمه الرياضيه دي تخيل بقى اللاعب مشغول مهموم طبعا تفكر في اسرته
المدير الفني المصري يطلع لعيب من طبعا هو دي بقى المدير. انا قصدي على الحته هي الحته دي النقطه يعني النهارده مثلا وانا بتفرج على التقرير بتاع سيادتك طبعا بندعي للشفاء لوالده عبد الله عبد السلام حادث سير على الطريق اكيد فبرضه دي مش هتاثر فيه الوحيد اللي ممكن يطلعه اللعيبه والمدرب صح فندعو لها بالشفاء طبعا العاجل والده عبد الله عبد السلام يعني ان شاء الله ربنا يرحمه ويشفيه ويعافيه بسلامه باذن الله. فالمدرب المصري لا مدرب مصري بيفهم في كل حاجه المدرب المصري فعلا حالات اعداد عارف بيتمرن ما بيتمرن في لعيبه عندك ما بتعملش تمرين الصبح ودي وجبه رئيسيه بيعرف يعوضها له ازاي هو عارف ماشي هسيبك الصبح بس بالليل هتعمل هتيجي بدري ساعه هتعمل كذا 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 الاجنبي ما يحسهاش الاجنبي متسسم على نظام مش بتاعنا البيئه المحيطه الانفايرمنت اللي حواليه مش هي دي فده عشان كده ساحر المدرب المصري ساحر عارف المفاتيح بتاعه اللاعبين ازاي هو بس ينقصه يبقى عارف الكيرفات والاحمال التدريبيه نديها له هي دي بس نديها له فقط لا عندنا اساتذه كبار وعندنا علم كبير في مصر هو ده. نقدر نسبورت القصه وهذا ما يصنع الفارق يا كابتن خالد هو ده اللي بيصنع الفارق فعلا خلي بالك احنا نسينا بطولات اخرى يعني الله يكون في عون محمد مصلحي ليه البطوله العربيه اللي جايه هيعمل ايه بطوله عربيه دوري بطولة كاس افريقيه افريقيه وبطوله للانديه سبع بطولات في سنه واحده او ثمان بطولات مطالب بكل البطولات واللعيب ما بياخدش راحه بياخد راحه ازاي راحه ايجابيه ولا راحه انتقاليه بياخدها بيريح فيها فدي كلها يعني المدرب المصري ليه المنافسه محصوره بين مصر وتونس ما عندناش فرق ثانيه منتخبات اخرى مصر وتونس مصر وتونس هاندبول والباسكت شويه بعيد لكن نتكلم على ليه المنافسه محصوره بين مصر وتونس بيحترفوا بره توانسه كلهم بيحترفوا بره كلهم اغلبيتهم المدرسه بتاعتهم اوروبيه كلها في التدريب كل مدربينهم اجانب على فكره جاكوب ما صنعش الفارق مع فريق تونس لو شوف تعامل اللعيبه مع جاكوب تعامل عامل ازاي بس هو اللعيبه ما الذي صنع الفارق خالص اللي صنع الفارق اللي هو الراحات اللي انا قلت عليها التونس مركزه عارف هتكسب مصر ازاي بالراحات اللي عملتها بعدم انت لو عندك فريق بتيم الاتحاد المصري انت لو عندك اتحاد اساسا كان نظم العمليه دي كنت بعت تونس فرقه ثانيه سوري المغرب المغرب البتيم بتاعك منتخب كان كسبان رابع عالم لو سافر حسن الحصري بالفريق بتاعه كان خد نفس المستوى يمكن احسن كمان يبقى بتعد جيل كان هيديله تارجت مختلف اللعيب عايز يموت نفسه طبعا ده مش عايز اقول لك تارجت عامل ازاي الاولاد انا رحت معاهم كرئيس بعثه للاردن الاولاد عندهم طموح عالي جدا طموح عالي عالي فعلا يعني كنت سافرتهم معاهم اثنين ثلاثه من الكبار ده انت عندك لعيب خسرته اسمه احمد قطب قطب ده لعيب يعني ما شاء الله عليه ربنا يعني يشفيه ويعافيه هو محمد عبد المنعم النهارده اللعيبه في مصر كان عندنا نجوم احمد صلاح ما شاء الله احترف واعظم لعيب في العالم واحسن ضارب وقصه كبيره ليه مش شايفين في العصر الحالي زي عبد الله عبد السلام واحمد صلاح ناس بتحترف هل عشان عقود مصر بقت خلاص بقت موفيه الغرض نعم ولا اللعيب ما عادش عنده طموح ولا ايه بالظبط اللعيب موظف طالما عايش هنا بيدرس بيروح الكليه وبيلعب في شركه وبيلعب في الجيش وبيلعب في النادي وبياخد من هنا ومن هنا ما عندناش احتراف الاحترافيه توصلك لكده التفرغ حاجه مهمه طبعا مهمه ده مهمه احتراف احترافيه هي دي عبد الله عبد السلام انا شفت نادي فرنتينو تقريبا اللي احترف فيه عبد الله عبد السلام بعد ما نزل عبد الله وكسب فرقته رئيس النادي نزل وباس ايد عبد الله عبد السلام هو بس صوابعه يعني ايدك اللي جابت لنا الفوز احمد صلاح يحترف في ايطاليا وفي تركيا حاجه كبيره قوي قبليهم طبعا شانس حمدي الصافي من طبعاً. المواهب الموجوده احترف في روسيا طبعاً. والسعوديه فحتى روسيا لما قال لك روسيا راح روسيا حمدي الصافي قال لك السنه اللي قعدها في روسيا هي اللي فرقت الفريق معاه يقعد ل 40 سنه من طيب. تشكيل الاحمال التدريبيه اللي عنده سريعا احنا كمان مش بنطلع نحترف وكمان بنسبورت الناس تحترف عندنا في مصر قوه المنافسه في الدوري المصري تفرز المنتخب مصر لا لا عايز شكل المنافسه تختلف طبعا انت عندك في الباسكت بول كام فرقه بتنافس سبعه عندك في البولي كام فرقه بتنافس؟ النادي الاهلي في حته ثانيه نقول في حته ثانيه حته ثانيه خالص انا عاد والناس الثانيه ما عندهمش طموح المنافسه حضرتك ما قلتها في الاول بيجوا مع النادي الاهلي لا بيسلم وده اللي بيرفع المستوى انت قاعد رايح تكسب المار تكسبه الاهلي بالمناسبه الاهلي والمقاولين في طايره في كره الطايره سيدات 3-0 للنادي الاهلي انسحاب فريق المقاولين والناحيه الثانيه الاهلي كان بيلعب هيئه قناه السويس 3-0 الحمد لله الف مبروك للفرقتين الطايره اتفضل يا دكتور لا يستاهلوا طبعا يعني عشان كده بقول لك للاسف الشديد طب ليه محترفين في مصر؟ يعني بعد كل ده ليه محترفين في مصر؟
ليه نجيب محترفين؟ ليه نقول ندخل محترفين؟ ما نطلع احنا نصدر محترفين. طبعا طبعا. وكمان دايما بلاقي ملحوظه وعايز حاجه ترد عليها رد سريع عشان الوقت بدا يجري يقول لي ايه خلاص بنخلص. اتفضل. مركز اربعه مش موجود في مصر، مع ان منتخب مصر لاقي مركز اربعه، وانا شايف وجهه نظري في نجوم في مركز اربعه. طبعا. ليه دايما بنجيب في مركز اربعه نقطه الضعف؟ لان هو اقوى مركز المفروض يكون في مصر. عشان كده بتضعف لك اهي. لما بيجيب لعيبه محترفين في مركز اربعه بتضعف. طبعا. انت عندك مش مركز اربعه ده ايه؟ مش ضارب؟ ضارب. يعني احمد سعيد كتر خيره مشكورا جدا، سد في هذا المركز كويس. ما شاء الله عليه بصراحه. بالرغم ان هو طول عمره ما لعب في مركز اربعه دوت. قصير شويه كده. رائع. بس ما شاء الله. بتجام بايه؟ اللهم صل. انت خسرت في مره واحده بس يا كابتن خالد. الاستقبال. بقالنا اربع سنين بنعاني من الاستقبال. ونجيب واحد اجنبي زي حراس المرمى بالظبط. ما ينفعش. لغيت حراس المرمى اللعيبه بتاعتك. يبقى احنا لازم نلغي الكلام ده من الكره الطايره ونقول ان ده ممنوع، لازم نطلع من عندنا ونخلي مدربينا يطلعوا. انت كنت جايب محترف معد امير بتاع الجزائر، اتفرج عليه عامل ايه؟ خد لنا جيم، احنا اللي مرنينه كان بيلعب في سموحه. فانا ليه اجيب الناس دي؟ لقيتني بجيب واحد يرفع من المستوى اللي عندي. ده بالعكس، ده انا بجيبه يا اما مصاب يا اما يقعد يريح. طيب. فدي المشكله. خلينا نتكلم على استحداث الفار او استحداث الفيديو او التشالنج للمدربين. راي حضرتك ايه؟ دي حاجه كويسه في الكره الطايره؟ اضافه كويسه للكره الطايره؟ طبعا. اولا هتخلي كل مدرب ياخد حقه. يعني فعلا، وهتخلي اللعيبه كمان هتبقى فيها عندها ثقه في هذه التقنيه. عندنا الكره سريعه جدا فعلا، حضرتك لو تلاحظ كل التشالنج اللي بيجي دوت الكره كلنا شايفينها اوت سايد. لما بتيجي على الفار بنلاقي فعلا الكره انسايد واخده خط تاتش منها. فنستريح نهدى. هيوفر لك الحكام. كنا الاول اربعه لايز مان، دلوقتي بقوا اثنين بس، واحد هنا واحد هنا. وشكرا. بس. بقوا اربع حكام بيحكموا المباراه. اربعه، اثنين لايز مان والحكم والحكم الثاني. الاعلام حاطط سبوت على الكره الطايره ولا شايف الاعلام ازاي والحلول المقترحه بالنسبه لحضرتك؟ لا طبعا. اولا الدوري مش بيتذاع. لازم اشوف اللعيبه بتاعت اللعيب لما اهله واصحابه واصدقائه بيشوفوه بيعمل دعايه ليهم. فطبعا لا، الاعلام مقصر في الالعاب دي. يمكن الباسكت بول امتاز شويه لانه بقى يذيع الماتشات بتاعته. اتحاد اللعبه هو اللي ماسك الحقوق. نعم. هي دي المشكله بتاعت الموضوع. ما عندكش اتحاد. ما عندناش اتحاد. واحلال يحل ويجيب لجنه مؤقته، ويحل يجيب لجنه مؤقته. بقى لنا خمس سنين في هذه المشاكل. فعايزين اتحاد الاول. اتحاد اللي هو الاب الشرعي. اخر حاجه روشته سريعه ونقط سريعه جدا لعلاج الكره الطايره في مصر. ورجوعها مره ثانيه لنجوم زي كابتن احمد صلاح وكابتن عبد الله حسين، نجوم كبار نقدر نصدرهم للخارج وفي نفس الوقت نقدر نعتلي المنصات التتويج في المرحله الجايه. الاستقرار. لازم يكون في استقرار في الاتحاد وفي الانديه. استقرار. استقرار يعني ايه؟ خطه زمنيه طويله المدى. تبني عليها العيوب اللي عندك وتحققها من خلال هذا الاستقرار وهذه الخطه الاستراتيجيه طويله المدى. نمره اثنين، تاهيل مدربين. كويس. لازم يكون عندك مدربين يتعاملوا مع المراحل السنيه المختلفه. لتعوض، يعني تحط لائحه جديده للعيب لما يستقبل كوره ياخد له نقطتين مثلا. فانت بتعدل زي الهاندبول اللي جيب مش عارف جون من بره ايه بياخد جونين. الاشول جونين. فانت بالتالي لازم تعمل كل هذه الشروط للنهوض بكره الطايره وتبقى مدرسه. لازم تبقى كره الطايره مدرسه عالميه وانت يعني ان شاء الله كفل. قادر. مشكلتنا ان احنا افريقيا ما فيش فيها غير بيلعبوا فولي ثلاث اربع فرق بس. فانت عايز الاحتكاك والمعايشه مع الفرق الاوروبيه حتى ترتقي بهذا المستوى. دكتور وجيه اسعدتني وشرفتني واستمتعت معاك بالحديث بصراحه. سلام. واكيد اكيد الدكتور وجيه متعنا كلنا بكلامه الجميل، وان شاء الله ليه حلقات ثانيه معانا واحاديث داخل المجال الرياضي بصفه عامه. نورتني وشرفتني وكنت سعيد معانا. كل الشكر والتقدير ليك يا كابتن خالد، وان شاء الله اكون عند حسن ظن اخواننا المشاهدين. دايما بنقابلكم الاثنين والاربع، استنوني الاربع اللي جاي باذن الله في حلقه جديده من العاب الصالات. بشكركم والى اللقاء.